انا عايزاك كل لما تبقى فاضي تعدي عليا في الاستديو، القطك صورتين هوب ارفع لك صفحه على الفيس، احط لك عليها بقى كل صورك وفيديوهاتك واغانيك ويومياتك وكل حاجه، وبعدين نروح عاملين صفحه تانيه على الانستا. وانت فاكرني مش فاهمه ميديا؟ ده انا فاهمه ميديا حلوه قوي، وننزل بقى صور زي الفنانه غادة عبد الرازق وعبير صبري اشي وانت بتاكل، اشي وانت قاعد في الصالون ومجعوص كده، ونخربها بقى واللايكات تجيب لايكات ومعجبين ونديها. وانا افرق عنهم طبعا، بس انت فكرتيني والله انا كنت مشترك في الفيس ده وانا في اسكندريه، بس ما كنتش بقعد عليه كتير، كان السايبر بعيد عن البيت. لا بقول لك ايه، لا سايبر ولا نيله، انت تسيبني نفسك خالص، انا بقى هبقى المدير السوشيال بتاعك.